ايوه يا ابني، انت فين يا سمعه؟ انا احلق في سماء المتعه الحرام. يعني انا في التمام واخر انسجام ومستني البيره بعد ما رفعت جوزين الحمام. لو ان انت محسس ان انا طالب برنامج براعم المستقبل يا ابني، انت فين؟ انا مزنوق فيك، خلصني. البنت برضه بتقول لي ان انا زي القمر. واخلصك ايه؟ ده انا اللي مزنوق، ده بقى جامد قوي يا سايكو. الله يحرقك يا ابني، ركز يا بابا، ممسوك في اسماعيليه. عدي عليا خدني من عبد المنعم رياض، هم ساعتين زمن، هنروح اسماعيليه رايح جاي. هذا الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود في نطاق الدنيا. حاول اتسلم من فوق لك واخلص المرتاحه اللي في ايدي. اه واطي يا جزمه، هعمل ايه يا رب بس دلوقتي؟ وحشتيني. وانت كمان. ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا. ممكن تقولي لي بحبك بجنون يا سمعة وتهز شعرك جامد؟ بحبك بجنون يا سمعة. لا يا اما انها الخطيئة بجواري. يلا بقى، تتعرفي تسوقي؟ يلا يلا بينا. يلا بينا. رايح فين؟ اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره بس مش عارف اتاخر ليه. ثاني حد غيري؟ اه صحيح. الله الله يا لهوي يا هو. انا كان ادخل في العربيه. ثانية واحدة. حاسب راسك. ثانية واحدة وجايك. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. السلام عليكم. اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره وما رجعش. هو عايزك. اه سيد. بص بقى يابا، على ميه بيضه كده ووش. انت عارف وانا عارف ان انت ممسوك متلبس، صح؟ صح. وانا ممسوك ظلم، وانا اساسا كنت جاي اخلصك من اللي انت فيه. لقيت نفسي لابس في شجره. ارجع مكانك يا باشا. بس معلش، بنتكلم في موضوع عائلي قبل ما نوصل للمديريه. عايزك. اه سيد. العدل بقى بيقول ايه؟ بيقول يا سيد، بيقول ان زي ما ساعدتك عشان تخلص انت لازم تساعدني عشان اخلص. صح صح. اول اشاره تيجي انت هتوشوش ولا ايه؟ وانا بقول له حاجات قبيحه؟ ده ابويا، انا بس هفهمه مصلحته. ويا رب يبقى فاهم. يا رب يا رب. مالك يابا؟ انا سيد. مالك يابا؟ مخلوق سيد. يا اخوانا مروحه صيني ولا مريض الراجل بيروح مني؟ مالك يابا؟ يابا يا اخوانا مريض ولا حاجه؟ يا باشا يا باشا. سلام سلام. اجري كده. شو حياتي؟ وانت مين؟ انا خلاص لقيتك. ايوه، عياده في الحي الشعبي. ايوه في الغردقه طبعا، هتكون فيه. يلا قول لهم بطلوا يدوروا عليه. سلام. اطلع بينا بقى، مش ناقص غباوه دلوقتي. الو. ايوه سيد، انت فين يا سيد؟ انا اللي فين يا ابني؟ انت اللي فين؟ ما انا مرزوق في الشارع مستنيك اهو يا سيد. يا ابني انا واقف تحت التمثال، انت فين؟ فين التمثال ده يا سيد؟ يا نهار اسود، ومال التمثال اللي في الميدان يا سمعه؟ هو كمان في ميدان. انت فين يا سيد؟ اه هي ليله. لا ما انا مش شايفك من الزحمه، بس امشي انت كده وشوفني. انت هتشوف زحمه مين يا ابني؟ ده مفيش غير في وسط البلد يا سيد. ما انت يا ريت بقى يا سيد، مش شايف حاجه. انا راجب تعالى بس، انا واقف اهو. تعالى بس بس بس. يا نهار اسود، انت نايم في التاكسي؟ عيب عليك، انا ما نمشي ومستني صعب عمري ولا في الشغل. تعالى بس انت. اه ما طالما بس خلاص، انا قريت كده. رغي رغي رغي، انا قريت الليله السوداء اللي احنا فيها يا سيد. بقى ما انت مش عارف المنطقه وجايبنا ونستنى بعضينا. ما لازم نتكلم من بعد يا سيد، وانا مش قادر يا سيد. وانت دلوقتي قول لي انت بقى كده وصلت لغايه فين؟ انا وصلت التاكس. يا اخي الله يحرقك، دي ليله برشم فيها. ايه نفحه من زبونه، اقول له امي بالزعد حتى عيب. حتى عيب طبعا، نفحه. ماشي يا سمعة يلا. ازاي؟ ازاي ايه؟ واحد جنبه في تسو دريكسيون وطابلوه، هنروح نشتري جرايد. اه اه انت قصدك سواقه. يلا بينا. ها
عايز اعرف المول اللي شغال في اسامه عارفه؟ اه عارفه، مش ده المول اللي انا حلقت لك فيه يوم راس السنه؟ طب ما انت فاكر. مالك ساكت ليه؟ هو مش ابوك ده اللي اتمسك يا بني ادم؟ انا عايزني اقول لك ايه؟ انا مش عايزك تتكلم، انا عايزك تتحرك. شوف له محامي. خد دول 1000 جنيه ادفعهم مقدم اتعاب، ولو ما كفوش روح لزبيده خليها تتصرف. اهو راجلها برضه. وكده تبقى المشكله اتحلت؟ ما تتكلم من غير ما تتفلسف وحتى ابوك، احنا مش ناقصين. وانا ياما اتكلمت يا سيد. قلت لك المشي الشمال بتاعك ده اخرته حبس وقله قيمه. ولا كاني بتكلم ولا كان ليا راي. المشي الشمال بتاعي ده كان معظمه عشان اوفر لك مصاريف دراستك. عشان تطلع نضيف. بعيد عن شغل الشمال بتاعي وبتاع ابوك. انا عملت كل حاجه عشان ما اطلعش زي اسامه. سمعه. يلا سمعه. الصوت شويه عايزين نتفرج. يلا خلينا نقوم نشوف حالنا. الفيلم اللي احنا جايين له خلص خلاص. ده ايه بالظبط ده يا سيد؟ سلم. سلم؟ لا احنا ننزل في الاسانسير. نعم. اصل الحبايه اللي انا رافعها تطلب هدوء. مش هينفع معاها بير مسعود اللي نازل ده. يا نهار اسود، تعال امسك في ايدك سمعه واثبت. لا يا سيد اثبت. جاي يا خسين. نهار اسود، انت هتسوق بيها لحد البدرشين وانت مدهول كده ازاي؟ البدرشين؟ يا لهوي نسيت حبايه البدرشين. هات المفتاح. هات هات اللي هسوق، ربنا يعدي الليله السنه دي على خير. هات المفتاح. اهو يا سيد. طب صدق بقى يا باشا. يا لهوي. بحق قولت لا اله الا الله، انا من ساعه ما هربت من البوكس وانا ما بفكرش غير فيك. وجاي وحاطط ايدي على قلبي ليكون البوليس سبقني يعني، ولا قدر الله لا قدر الله. ايه؟ اتقبض عليك يا باشا. ايه؟ معايا يا معلم. معايا معايا. اتقبض عليا انا. الله يخيبك يا سيد. اللي اتقبض عليا انا ايه؟ والله انت قابض على مين يا سيد؟ انت عارف انت عند مين يا سيد؟ عند ابو العز الدفراوي، يعني اللي شيطانه ينصب عليه ويحاول يهاوم من حزام المنطقه دي كلها. عارف هنعمل فيه يا سيد ايه؟ اول حاجه فوق الكلاب السعرانه، تاني حاجه فوق الاسود اللي في الجنينه اللي ورا دي يا سيد. والاسود دي بالذات بقى واخد على اكل لحوم البشر دول عن مخلوقات ربنا كلها. اللهم صل على النبي. سامع سمعه؟ والفوق التالت القناص اللي مرشعين في كل زاويه من زوايا القلعه اللي انت واقف فيها دي. والفوق الرابع والخامس رجاله الجريانوف والمدافع المضاده للطيارات. يعني ناقصني واحده اباتشي واحتل اي منطقه انا عايزها. ده احنا ولا ما نكون في فيلم صلاح الدين يا جدعان. وانا اللي كنت فاكرك بتبالغي. ليهم حق يركزوا مع الصراصير اللي زينا. انت هنا؟ اه يا باشا. في امن مكان في مصر يا سيد. وعشان انت جدع يا سيد وسبقت بالجدعنه انا هعتبرك من رجالتي. ومن هنا ورايح خلاص بقيت في حمايتي انت والواد اللي فاتح بقه جنبك ده. اقفل. واحنا نطول يا سيد المعلمين، ده شرف لينا. الحكايه بس كلها كان يومين لحد ما الدنيا تهتبر. تبقى باصص على قدك يا سيد. الداخليه بعافيه اليومين دول وعايزين يلموا اللي اتبعتر منهم ويفضلوا ورا المساجين اللي هربت منهم لحد ما يلموهم تاني. عشان يحسنوا صورتهم قدام الجماهير العريضه. لا تقف هنا. ايه تهنه؟ ها تهنه ايه؟ وصلنا يا سيد، ما العماره اهي. انت هتستلوح بقى؟ انت تعرف حد ساكن في العماره النظيفه دي يا سمعه؟ عيب عليك يا سيد، عيب عليك بقى يا اخي. بقول لك 10 سنين بحاله. لا اله الا الله. عشرة وساكنين في العماره دي؟ جرايه سمعه. لا ما انا هقول لك يا سيد، ما هم قبل 10 سنين دول كانوا ساكنين في حته معفنه برضه زي حالاتنا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع ناخد القرض الحسن. يا
يا ابني استنى يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحه، يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد؟ وشوف يا اخي، يعني احنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا بشر، ده انا سمعه مش اثر. مين؟ نهار اسود، نهار اسود. شفت ان احنا غلطنا في الشقه؟ يلا بينا نجري. ما غلطناش يا سيد، ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده احنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي، على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله. اه بس كده؟ لا باينه الشقه. بتخرج بيا يا سمعه؟ تقول لي قرض حسن وانت واخد شقه يا ابني؟ الله احرقك. انت بتتفرج على ايه يا سمعه؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقه اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصه الوعظ دي، وتسيب الوعظ للناس الصح. انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذه يعني في الخطيئه، احنا هناخد مصلحتنا وهنلاقي بقى من هنا. يخرب بيتك يا اخي، اخره المتمه الواحد جاي يستلف فلوس من شقه عرقانه. هنتشافها، هنتشافها يا سيد. ولا مؤاخذه يعني يا سيد، يعني الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج؟ ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس. ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق. انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمعة. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعدل. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعة المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعة صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عشت ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينية السوداء؟ مش في مريض جوه؟ دي وقتها؟ بتتودوله في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لالا حبيبتي. سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد، سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8. 7. ايه؟ 7. ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه حافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعه على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور. 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام، مش نافع اي حاجه. التمانية يرجعوا بعد 6 شهور 10:30. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا، 10500 جنيه. جرايه سمعة؟ ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدلة الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعة دي. يلا. لالا. لالا ما هو. ها؟ لالا. كتير علينا يا لولا، ما تخليهم 9. 9 في الخير يا عينيا. والله حلف لك بإيه؟ أنا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي. لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا أخويا. آه ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوباية في الكولدير، احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8000 جنيه قصاد الأمانة. خلينا نخلص من الغبرة اللي احنا فيها دي يا سكر. يا باشا سيد بشارية وصل بيته، أأمن عليه؟ ماشي سلام. هات لي شيشة يا لمبي. ها قال لك إيه؟ جاي في الطريق، قال لك ما تخليش بشارية يخرج من بيته لغاية ما يجي له. ماشي. ادفن الشيشة يا لمبي. ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ ما أنا كان عندي شغل هنا قلت أجي أطمن عليكم. عامل إيه يا عريس؟ الحمد لله. ها على الله المال يكون اتعادل. المايل زي ما هو مايل، ده جار الشكل بقى يا سيد، مش كفايه محبوسه وساكته؟ مش كفايه. ايه رايك بقى؟ والعلم كسبينا. الراجل اللي في السجن ده لو جرى له حاجه انا مش هرحمك. انا مش عايز اتغاب عليكي، انا ليا اخ منك. جبنا في سيره القط، روح افتح. افتح يا اسامه. ده صوت شكله صوت. افتح. في اسامه كل ده بتعمل ايه بالبيجامه اللي انت لابسها؟ كل ده بتفتح. يلا سايد. مالك يا ابني زي اللاشو عقرب كده؟ انت اللي هيلوشوك 2 عقارب مستنينك تحت على القهوه.
انت بتخاطر في بطوله يا سمر. زي ما بقول لك كده، في اتنين عيال زي التيران مستنيينك تحت وبيأمنوا عليك لحد ما واحد يجي يوقفشك. ده اكيد الدوكش. هو فين الدوكش؟ بقول لك اقعدي لها هشرحك. تعالى يا سمر. تعالى تعالى خش. يلا بينا. ده انت بتعمل ايه يا سيد؟ خلصني. لا اخلصك، الناس قاعده بره يا سيد. بقول لك خلصني، مفيش وقت. بالراحه بالراحه، السوسته السوسته يا سيد مع اصلقه. يا ابن اللعيبه. الله يخليك يا اسامه. اشوفكم على خير. سمع، اتحرك زي ما اتفقنا، وانت جوه. ماشي يا سيد يا حشاش يا ابن الحشاش. جراس الفسحه ضرب، هتحبسوني في الزنزانه؟ ما ترسيني يا اسامه، ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. يا ست مفيش حاجه، ادعي له بس ربنا يسترها معاه. افتح الباب يا سامح. قومه ورا من وش وراها يا رجاله. هو في ايه؟ ده تفتيش رسمي على اخوك الهربان يا حليتها. يا دوكش يا دوكش. ايه ده؟ افتح الباب يا دوكش. الباب مقفول من بره. بلاوعك سماه، بقول لك افتحه ليه؟ بلاش احراج بقى، انا مش لوحدي. ثانيه واحده. خايف من يومك. مفتاح الباب ده فين يا سامح؟ معايا. طب افتح الباب. مش موضوعك، انت جاي تدور على سيد مش على مرات ابويا. امي بقميص نوم قصير في الاوضه يا دوكش، ولو حد منكم دخل عندها هرع بالصوت والم الحاره كلها. ماشي، باب الحمام مقفول من جوه، اكيد مستخبي جوه. اكسروا الحمام بسرعه. نعم نعم، باب ايه ده؟ ان شاء الله اللي هتكسروه. لم مراتك يا اسامه من وشنا بدل ما نقلب في اللي فات. ايه اللي ثلاثة بتتقتها؟ بتعمل ايه جوه هذا سمع؟ اكون بعمل ايه يا دوكش؟ بحط جل. جل؟ في شعري. وما فتحتش ليه لما الرجاله خبطوا عليك؟ خلي عندك دم يا دوكش، بقول لك بحط جل في الحمام، افتح ازاي؟ وقلع هدومك ليه؟ برضه واحد بيحط جل في شعره في الحمام، لازم يكون قلع هدوم. وانت بقى عمال تهبط في باب الشقه وتكسر في باب الحمام وعامل لنا خطه ومراقب البيت. ده انت ناس تحط كناس على السطح، وفي الاخر جاي تقبض على مين؟ واحد معدته وجعه وجاي يستنجد بينا عشان يخش الحمام. دلوقتي طلع لك صوت يا اس، ما كنت من شويه ركبك بتخبط في بعضيها ووشك اصفر. وانا وش اصفر قوي؟ بسم الله ما شاء الله، اسم النبي حرصك وسعينك. ده حمارهم ولا حمار التفاح الامريكاني؟ الشر بره وبعيد يا دوكش. بيبقى خري يا اختي من العين. هتغني وترد على بعض قدامي؟ ماشي يا اس، ليك رؤى. هتقول المزنوق ده وتعالوا ورايا. ثانية واحدة، انت معاك اذن النيابة؟ بتقول حاجة يا روح امك؟ ما تتكلمش مع حد يا اسامة، واحنا واقفين. احنا اسفين. الو يا اسامة، طمني ايه الاخبار عندك؟ تمام، بس خدوا سمعة معاهم وهم خارجين. سيبك منه، ده تلاقيه بيداري خيبته وهيسيبه على اول ناصي على طول. المهم انا عايزك تروح تزور ابوك في المستشفى. انا مش هعرف اروح الا اكون الكلب ده عامل لي كمين هناك. حاضر يا سيد. ما تاخدنيش على قد عقلي يا اسامه. هروح والله، انا كمان عايز اشوفه واطمن عليه. ماشي. ابوه طمنوني ايه الاخبار، وخدوا بالكم من نفسكم. سلام. يعني الوحوش دول هيفتروا عليك؟ لبسك انت فين؟ دوكش، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا ان انا اخون صاحبي. سيد خد اللبس وخلع. خلع على فين؟ ورحمة أمك ما أعرف. مالكش دعوة برحمة أمي يا روح أمك. سيد خلع على فين؟ ورحمة أمي أنا ما أعرف. سيد بيعمل إيه في الغردقة يا سمعة؟ شفت أنت اللي قلت الغردقة بتضربني أنا ليه طيب؟ بيعمل إيه يالا؟ بيسيف ولا بيجيب لبس مش عارف أنا بصراحة. بيعمل إيه يالا؟ بيشتغل في قرية أوشن. فين؟ في قرية أوشن. فين؟ أنت مش عارفها ولا إيه؟ فين؟ أنت مش هتضرب بدي ولا إيه؟ بعرف العنوان منك يا عم. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضلي بس تريحي دقايق على بال الكشف اللي جمله. انا هستأذنك يا فندم، واضح ان الجارد الجديد جه، انا متفق معاه اول ما يجي يديني رنه. طب ممكن ما تبعتش؟ احلى جمله بحب اسمعها.
يا حبيبي. ايه مالك؟ الله يخرب بيتك يا ابني. انا مش قايل لك امبارح سلم التاكسي لصاحبي وان لقيت لك شغل معايا وهتسافر معايا النهارده الغردقه؟ هي الطياره دلوقتي ولا ازاي؟ لا الطياره كمان 7 ساعات. شفت بقى؟ 7 ساعات. يعني لازم ادرس الموضوع وافهم تفاصيله عشان اتخذ القرار المناسب. طبعا ده على اساس الذكاء بيخر منك. ها عارف مصلحتك فين؟ مالك يا سيد، انا ذكي جامد. شوف يا واطي، من الاخر في فرق ما بين طبق الفول وطبق الكباب. انا رغم ذكائي مش فاهم التشبيه. الشغلانه اللي انا جايبها لك هي طبق الكباب يا سمعه. طيب انا هبرهن لك على ذكائي. طب احنا الصبح نروح واكلين طبق الكباب، وبالليل بقى نروح لهفين طبق الفول. المعايير صعبه يا سيد. ما هو مخك ده اللي مودينا ورا. الله يخرب بيتك. استناني هنا. لا انا كل مره تقول لي استناني يا سيد. طب ارجع عربيه الفول قصدي التاكسي ولا اعمل ازاي يعني؟ طيب انت رايح فين يا سيد؟ تاكسي يا اسطى. والله انا كنت فاكره زيك كده تاكسي، انما طلع عربيه فول. اعمل لك شقتين. الجاكيت حلو قوي يا سيد. انت شغال في المطار يا سيد؟ يلا يلا. باسم خطف فسنت وطالب 100 مليون جنيه. عملت اتصالاتي وقلبت عليه الدنيا. مش موجود في ولا لوكاندا ولا بنسيون في الغردقه كلها. حضرتك متاكد انه في الغردقه يا باشا؟ ما يمكن براها. لو كان فات على اي كمين من الاكمنه كانوا جابوهولي مربط. طالما في الغردقه يا باشا اعتبره تحت ايدك. يلا بينا يا سمر. واللي حصل جوه ده اسهاد بجد ولا جرافيك؟ يا اخي فوق بقى لا تفضحنا. 100 مليون جنيه؟ يا لهوي يا ماما. يا ارنولد بقول لك ايه، اجمع لي كل الجردات واستناني على البحر. انا جاي حالا بقول من سالم بيه. ايوه يلا بسرعه. يلا يا سمر يلا، هو شهر عسل. يلا جرى يا سيد، احنا مش هننام شويه؟ مش هنريح؟ يلا ماشي. يلا. طبعا كلكم عارفين باسم ابن اخو سالم بيه. عيب قوي نبقى موجودين كرجاله لسالم بيه وبنته تتخطف من وسطينا. عشان كده انا قسمتكم مجموعات. مفيش سمسار فيك يا غردقه غير لما تسالوه. فيلل، شقق، مراكب تجيبوهولي من تحت الارض. واي حد فيكم يوصل لاي حاجه يبلغني. محدش يتصرف من دماغه. مفهوم؟ مفهوم يا سيد. يلا توكلوا على الله. يلا رجاله. سمعه تعالى يا ارنولد، انت تعرف الغردقه غيري راح فين؟ مش شغال انا مع الدرف دي ولا ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم يا عم مرزوق. قدامك يا باشا. لا العفو، بقول لك ايه؟ ما عداش عليك واحد كده فرحان بجسمه وبيلعب في مناخيره وتحسه تنك من يومين ثلاثه عايز حاجه ايجار؟ لا والله. انت متاكد؟ يا باشا عيب عليك، دي لقمة عيش. زبوني ما انساهوش ابدا. ماشي. مش ناوي تتكلم بالذوق؟ خلاص يلا. سكت يعني؟ ايوه سكت. ما انا مش فاهمه اعمل ايه علشان اريحك. دليني على مكان بسنت، هي ايه؟ هي معضله. اهدى بس واسمعني. انا ماليش في الكلام ده. امال ليكي في ان انا هموت مقتول على ايدين حد من صلبي؟ اهلي من صلبي حد يعملني. اسمعني استنى. انت ليه مش عايز تفهم ان كل حاجه وليها ناسها؟ أنا ماليش في الكلام ده، ما بفهمش فيه. خلاص، دليني على اللي بيفهم. اطمن، اطمن هتلاقيها صدقني. ده ابن عمها في الآخر يعني مش هيأذيها، وطول ما هو مستني الفلوس هيحافظ عليها. أوه. سالم. أيوة جمال باشا. إيه الأخبار؟ الأمن أكد لي إن عربية بسنت ما عدتش على أي كمين. ومدير الأمن أكد لي بنفسه إن رجالته قلبة الدنيا عليها. إن شاء الله خير. يا رب. ابقى طمني يا سالم. طبعًا من غير ما تقول يا باشا. لو عرفت اي اخبار هطمن عليك. مع السلامه.
لا ما خدش بالي. ما خدش باله ها؟ ما خدش باله. لكش نصيب فيهم يلا بينا. لا ليه نصيب؟ ليه نصيب؟ حتى بالاماره هو شايف نفسه حبتين. تنك ما يتخيرش عنكم. ايوه هو التنك ده. تعرف بقى دلنا عليه حلو؟ اعرف بس لا مؤاخذه انت بتدور عليه ليه؟ هو مين معايا؟ ايه؟ شكلها باين عليه ايه؟ جردات؟ حكومه يا ابني. اجدع ناس، اجدع ناس حكومه بلدنا. اجيب مفاتيح عربيتي واهرب. اهرب وهحصلكم. تعال احنا هنرجعك بعد ما ادينا عليه. حتى لو ما رجعتونيش انا عارف اشغلكم، انا اعرف ارجع لوحدي. انا كنت في المحل. انا محل 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 ايه فيلو يا سعيد؟ ده الراجل ده بيتخيل. تعال يلا انزل. ايوه هنا سعادتك. اقف هنا سعادتك. ايوه ايوه هو الكوخ ده. تأمره بحاجه تانيه بهوات؟ لا تمام اخلع انت بقى عشان هيبقى في معارك وضرب. ولا معاك طبنجه؟ مفيش حاجه والله. لا انا عندي احساس اني معايا طبنجه. والله ما معايا حاجه. سلام عليكم. على فكره انتوا مش حكومه. مفيش حكومه تنكا اليومين دول. أرنولد خليك في الحتة اللي ورا دي عشان لو حاول ينط بيها من الشباك. حاضر يا سيد. بقول لك إيه؟ عايز أرجع بيه سليم، مش عايز غباوة. ضرب يوجع ما يعلمش. ما تخافش يا سيد. هيوجع مش هيلحق يقول أي. سمعة. أي؟ لا سمعة ما جاش النهاردة خيار. إيه؟ تعالى وأنا هفهمك كل حاجة. يا سيد أنت قال إن في ضربة نار وكعبية. تعالى. ماشي. خايف أكون حاطط لك حاجة في العصير؟ حركات البلد دي مش بتاعتي. يا بنتي اشربي. انت اللي اكلتي لو شربت حاجه من امبارح. خصماني؟ عايزك تفهمي ده بيزنس. بيزنس. انا لحد دلوقتي لذيذ قوي معاكي. لو صوتك طلع ما تكلميش غير نفسك. هنفضل قاعدين ساكتين لحد الورده ما يزهق ويمشي. فاهمه؟ مفيش فلوس. عدي الاسبوع الجاي. لا احنا مش بتوع فلوس. احنا هناخد القرايه بتاع العداد بس. بعدين بعدين. لا بعدين ايه يا فندم؟ اصل انا جاي من مشوار بعيد جدا يعني، ويعني يا ريت تفتح لي عشان اخد القرايه وامشي. استنى استنى. ايوه افتح لي يا رب. تفتح لي اخد القرايه وامشي. بص تحت رجليك كده شايف حاجه؟ 50 جنيه. خدها وامشي. اخدها وامشي؟ 50 جنيه؟ انت بترشيني. ده انا اجيب الحكومه هنا. 50 جنيه حرام عليك، واحنا بناكلها اكله نظيفه ما فيهاش حرام. 50 جنيه حرام عليك. اخد القرايه وامشي. وبعدين فين الغبيه ده بقى؟ طب ثانيه واحده. مش عايز اسمع ولا نفس ولا صوت. ها امال فين الانبوبه اللي انتوا عايزين تغيروها؟ انبوبه ايه وزفت ايه؟ العداد دي العصايه. فكها يا سمعة. فك مين؟ فكها يا سمعة. أنا طلبت يا سيد. أقول لك فكها وافتح لعره. وأنت رابطة ليه نفسك كده؟ مش فاهمة. روح فين يا ابني؟ هو مفيش حد غيري يتضرب هنا ولا إيه؟ أهم يا باشا اللي عاملين نفسهم زمايلك التنكين دول. اثبت مكانك أنت. هو تعملوا إيه هنا؟ بس أنت سالم الجرحي مش كده؟ أيوة أنا. وده باسم اللي خطفني.
دول جردات عندنا في القرية. تمام تمام هاتوه، وانتوا كمان اتفضلوا معايا. ايوه سالم بيه، كله تمام سيادتك. بس انت هنا ما اكلمك يا فندم. ايوه داد. بس انت حبيبتي انت بخير؟ لا انا كويسه اطمن. الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ تقريبا هنروح على مديرية الامن، لان بقالي سنه كمان. طيب طيب اوكي، هتلاقيني مستنيك هناك. الحمد لله على سلامتك. اللي يشوف الفلوس والمكافآت اللي انت بتاخدها من الراجل ده ما يشوفش المخاطر والاهوال اللي بتشوفها معاه في الشغلانه دي. كويس انك شفت بعينيك عشان تتعظ وتبطل قر. تركز بقى شويه عشان ربنا يكرمك. الله، الاوضه دي حلوه قوي يا سيد. الواحد في مصر كان عايش في طرنش. اه بس هنعمل ايه بقى؟ اوضه قتيله سمعه. سيد سيد. نعم. انا الاوضه دي اللي فيها القتيل دي اللي احنا فيها دي يا حبيبي اوضه قتيله سمعه. سيد والله نور. سيد سيد والله ده عند المرايه. طب خدني جنبك يا سيد. السرير فين؟ رجلي سيد. مين ده؟ بينا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أخويا يلا. الصبح جه؟ اه الصبح جه والعصر جه. كويس ان هم سابونا ننام لحد دلوقتي. انا ما صدقت يا سيد الصبح يجي عشان انام. ماشي، خليني بقى اصورك وابعتها للباشا عشان يعرف انك مصحصح. الحركات الوطئة ده يا سيد. ودي تيجي ايه فطيانتك؟ البتاع اللي انت حذفتها لي دي. بس هحصن. مالك ساهمت ليه؟ عارفه شكل الجوابات دي ولا لا؟ اه طبعا عارفاها. دي حتى لما بتوصل بياخدها ويقفل على نفسه المكتب. حلو قوي. المره الجايه بقى لما تيجي الجوابات دي عايزه تقع في حجرنا الاول. ناوي على ايه يا سيد؟ كل خير ان شاء الله. ماشي. اوعى تنسي اول ما توصلك اديني رنه. حاضر يا سيد حاضر. يا سيد ده هو السكن ده مشترك ولا ايه؟ ما تخافيش طبعا على جوه. احنا هنصيد. مين ده يا سيد؟ انا عارف. ايه اللي ملبسك كده؟ في البيت يا سيد. نعم. حرام عليك، انا كنت خلاص جهزت نفسي. لا لا كفاره يا حاج، نورت بيتك ومطرحك. كان نفسي اكون معاك يابا، بس انت عارف بقى وحشني والله. اول نازله ليا هنط عليك باراشوت يابا. سلم لي عليها سيد. سمعه بيسلم عليك يابا. سلم لي عليها سيد. ايوه عندك حق، نسيت. سمعه بيسلم عليك يابا. سمعه مين؟ والله عندك حق، دخل في حياتنا وحشني. هو كمان بيبوسك، ما تزعلش. سلام يا حاج. بقول لك ايه؟ احنا بقينا الظهر وسالم الجرح لا حس ولا خبر. مش غريبه دي؟ يلا. ماشي. يا سيد اللي مصحيك يا صاحبي. انا بجد صاحبك يا سمعه. وانت بتسالني ولا بتتنكر لصحبيتنا؟ رد عليا يا اسماعيل. برأي سيد في ايه؟ مين ده اللي سلم الجرح على مكان اسامه ورد؟ وربنا ما انا يا اخي. في حد خني وعرف سلم الجرح على مين؟ انت فاكر ان انا اللي خنتك يا سيد؟ ما انا بقالي كذا شهر هنا محدش عارف عني حاجه. اشمعنى يعني لما انت جيت؟ مش شايف انها صدفه غريبه؟ لا بس فرصة عرفتني قد ايه ان انا رخيص في نظرك وخاين للعيش والملح. مش انا اللي اخون صاحبي يا سيد، عشان انت صاحبي الوحيد. عارف في الدنيا دي كلها ماليش اصحاب غيرك يا سيد، انت وليلى شمال. انا مش ممكن اخونك يا سيد. هتجنن يا سمعة، هتجنن. عايز اعرف مين اللي عملها. طب ما هو مصيره كان هيعرف. بس بدري بدري قوي كمان. معرفته دي هتقلب موازين الليله كلها. اشمعنى؟
سالم الجرحي كان عامل بالنسبه لي زي الكتاب المفتوح يا سمعة، عمال اقرا فيه واغرف منه زي ما انا عايز. لو حب يوصل لي في يوم من الايام انا او حد من اهلي ولا يعرف، انما النهارده لا، الروس اتساوت بقى يعرف عني كل حاجه زي ما انا اعرف عنه كل حاجه بالظبط. واكبر خطر انك تلعب مع واحد زي سالم الجرحي ده راس براس. انا عندي حل يا سيد. إيه؟ عشان تلعب معاه تلعب مان تو مان. مش عايزك ترد عليا دلوقتي، عايزك تفكر بعد كده تشوف هتعمل ايه. قومي يا سمعة، قوم الله يهديك يا ابني، وانا هبقى اقلبها في دماغي اقلبها. فكر وبراحتك خالص.